الكتب يعني قياس اسم مياس علم أصول البدع دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الدين. الآية في الحقيقة دل بأن الشريعة تكمل الإسلام، لأن الشريعة تكمل ولله الحمد. كرشي من تحتاج الخلق الله تبارك وتعالى انزل في ذلك الكتاب انس من يتحجج الجن من يحجر الله تبارك وتعالى والحرام من يحرم الله عز وجل فويجب الدين إلا الدين رب العالمين كل شيء إلا ويخبرنا ذلك الله عز وجل. فالقرآن السنة حق وصدق حق وصدق وليس بالكذب. أمكن الله عز وجل النعمة يثا وتمت كلمة ربك زد صدقا وعدلا كلمة الله هي القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وليس بالكذب عدلا وليس بالظلم من أي البشر زي المخلوقات. صدق دي الأخبار الأخبار مثل أخبار الله عز وجل دي الأمم السابقة مكرة عيش الأنبياء أجل أقوى منسن صدقا يعني الخبر إذا أخبار من دي قوان زي علامة الساعة ذي يوم القيامة ثم إلى الجنة إلى النار. عدلا قل الأمر ذي النهي سبحان الله يعني الله عز وجل وماذا غي خرق ما يميجش انت مسرين تنفع الإنسان قل الدين النس ذي الدنيا النس ذي الآخرة النس وإلا أن الله تبارك وتعالى يمار نغ الزيس أي تمسرين تو ياخذ المشاكل هذه عيش الإنسان قل الشقاء العذاب قل الدنيا ذي الدين ذي الآخرة إلا وإن هانغ الله عز وجل خاس إذن ذومي قان القمة ذومي قان القمة جي العدل سبحانه وتعالى عدل جي الأوامر عدل جي النواهي سبحانه وتعالى. فلذلك مكمر الدين فتم خانغ النعمة يا تكمر النعمة يا أمكثغ إن الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذن إخسوا تفكى بارك الله فيكم سرع قرن غنشنين بأن عدد الشيء الجن زقوذان زي البشر أدي اخترع أديازو شنت مستريك الشريعة أديانو زيادة شنت مستريف جي الشريعة نيغا دياز أذي غابر الشريعة ومقان أذي غابر أكي قتاني تا فسيدة كيدي جي العصر جي الزمن تاذ المليح ثاني تا تعفن تصجح إلا جي الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما نيا لا يليق ولا يجوز أي بشر مهما كان أذي غيا نيغا دي ذدر نيغا دياني نيغا دي السنقص لأن الشارعة شرعنا بالعالمين يكمر وذيس بو الزيادة ويتحذي بو النقصان ولله الحمد والمنة. لذلك الأمم قعدان ذيني كي جانروك الكفار وغيرهم المنافقين زي الأمة غير الأمة وميو فين واني تذر حق وفين والزمان أدوينا من القرآن أدوينا من الإسلام يتحدث الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو معاونا الإنس والجن حما داوين أم الكتاب والمقدس
المعجزة الخالدة وزمان تداوين أبدا من راح نجين راح ننكان غيان بالدرن استهزاء إلى غير ذلك. يعني الكفر الأكبر كفر الإباء، كفر الاستكبار، كفر الجحود إلى غير ذلك. سنين هذا الكفر وفي من غجن كما صن كان لأنه غاصن وزما داوينا من تا أمو كذا إن الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. زيد إيه في حيث من الله عز وجل جحدوا بها ظاهرة ولكن غاصن اليقين غاصن اليقين قورنسن بأن ذوني الصحيح. لذلك كفان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم نعم ظلما وعلوا ظلما وعلوا الظلم والجبود العدل علوا يعني استكبارا بسبب الكبرنسن. لذلك اليهود في الحقيقة من دسنان عمر رضي الله عنه يلقى طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر اليهود ناس عمر إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتممت عليكم نعمتي أفضل نعمة وهو الإتمام للدين الدين يكمر. قال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. إذن عمر رضي الله عنه الناس قد نزلت غان غرين شينجي اليوم من العيد نهار الجمعة وهو يوم العيد. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن إنه لم يكن نبي قبلي. الرسالة الوظيفة الأنبياء أنه ميجشن النبي ميجشن الرسول إلا ويدل يتبين الأمة من سن الأمة من سن الخير ما يميجش الشر إلا قناصا بعد مخاس هو دور الأنبياء. لذلك قاء أبي ذر الغفاري أورنا الصحابة يخسان صحض أحمد تسلم الرجال رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال فقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. إذن الدين اكتمل ولله الحمد ما يميجش نحجث قدين انتبه قدين إلا وبإبين نخت النبي صلى الله عليه وسلم ما يميجش نحجث تقربا غير الجنة سبع هذا نخمسين إلا ويبين نخت النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عن أمته ما جزى نبيا عن أمته. لذلك البدع نعم السي سعيد البدع الابتداع الاختراع في الحقيقة وني ديالي نربار منايا في الحقيقة إلا وتسد حما التصهيق في نسك الشريعة يعني تسد حما تعارض الشريعة
البدع سنتي حما ذينين الشريعة حما ذينين الإسلام قعاد دين شانت مسرايين وانتبين ذي يا رسول الله. أمكن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن الرسول خان الرسالة. وني غاينين بأن الإسلام عدد يس ما يجي الإسلام بدعة حسنة ما ويجي ومقال بدعة عاد تيلهذ المقدمة.